طيب خير خير، جزاك الله خير. تفضل. هناك الشيخ من المسمح لنا الكرة بتاعتنا طلبنا مسيحات صوفية مال الدنيا، فكيف تكون الدعوة معهم؟ وإيه اللي أنا أحس نفسي بيه عشان أقدر أمشي مع الناس مثلا العلم؟ أنا أرى بأن الصدام دائما يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا جدا، وللأسف بعض الناس يظن أن الصوفية كفر وضلال وشرك وبدعة، والحق أن الصوفية ليست على نوع واحد، فهناك المتسنين منهم، وهناك المبتدع منهم، وهناك حتى الملاحدة من هؤلاء الناس. ولا ينبغي أن نعمم حكما على قوم، ولكن يعامل كل قوم بما هم يستحقونه. وهذا كان حال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإذا وجدت صوفيا متسننا ولكن تلبس ببعض الأوراد وبعض المخالفات البسيطة، ماشي، وبدت منه بعض الأمور التي ربما تكون في منهج أهل السنة، جزاكم الله خيرا، فيها مخالفة، فالأمر يكون تلطفا، نصيحة لطيفة، وجذبه إلى منهج أهل السنة أولى من إبعاده. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن الجنيد، وتكلم عن ابن سهل التستري، وكان يمدحهم مدحا عظيما، وقال بأن الأشياء التي رويت عنهم وهي مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة اعتذر عن هذه الأشياء، وقال بأن هذه الأشياء تطوى ولا تروى، تطوى ولا تروى، حتى يستصحبهم، وحتى يبين أن الصوفية ليست على نوع واحد، وإنما هي أنواع متعددة. فمن انضبط بالكتاب والسنة، وإذا هجمت عليه المعاني لا يقبلها حتى يعرضها على الكتاب والسنة، فهذا متسنن في صوفيته، ماشي الحال. وأفضل الأشياء ألا ينسب الناس لأي شيء إلا لشيء واحد، وهو الإسلام، ده أفضل شيء. فإذا أردنا أن نميز شيئا فليكن هذا التمييز بناء على منهج السلف الصالح، إذا أردنا أن نميز، لكن أكثر من ذلك ربما ندخل في أمور فيها مغالطة، إلا إذا كان هذا الأمر من باب التمايز العلمي، كما نقول الحنابلة والشافعية، كما نقول الأصوليون والمفسرون والفقهاء. نعم، ترفق وادعوهم بالتي أحسن ولا تتعجل وستجد خيرا. هناك أناس كنا نعرفهم، هؤلاء الناس كانوا خلفاء. طب تعرف خليفة يعني إيه؟ يعني خليفة، أيوة، إمام الساحة وإمام الحد كله. ثم ببركة الدعوة الصالحة والترفق معه تغيرت أحواله، وصار متسننا، وصار مهتديا مقتديا إن شاء الله. وكمان هو الشيخ مثلا من يهاجمك في ظهرك، أنت تسمع الكلام جدا، منهم مجموعة معايا في المدرسة، ومنهم ده إمام المسجد نفسه، كان يأتي ويقول هؤلاء لن وجد معي كتاب في طلب العلم في الفقه وغيره، هؤلاء لا ينتمون إلى أي دين، ولا يأخذون عن الفقهاء الأربعة، ولا يأخذون عن أحد، وكذا وكذا من هذا الكلام. ف يعني حصلت مناقشة بيني بس خفيفة وعلى جنب كان، فأنصاع الكلام، بس المشكلة منهم إن هم دائما يعني صد علينا دائما، يعني هجوم وانتقاد، وفي نفس الوقت شركياتهم منتشرة بفظاعة. شركيات؟ يعني مثلا عندهم الضريح دي وناس تاجي يعني ليس مجرد أوراد فقط. لا ليس. وغير عندهم لا ينكرون المنكر
المرأة أمامه ويمسك بفمها أو بكتفها ويقول أنا علي بالقرآن وهو مدخن مثل السجائر والناس يتبعونه مع ذلك، يعني مثل الناس يعني في المنطقة أو في البلدة، غير ذلك يقول لا أنت لا تعلم شيء فحاولت أن تغير لا ينصار لك. إذا كان هذا الأمر فيه شرك فعليك أن تدعو إلى الله أن تبين لهم بالأدلة أن هذه الأمور أمور شركية. أيوة نعم، ولكن ترفق واجتهد في تعليمهم. نعم، جزاك الله خير.